أموال زوجي أم زهراء إنها الحلة تقول غير مخمسة، وأنا غيرت قبر والدي من أموال زوجي، هل فيها أشكال؟ شنو ربط أمواله غير مخمسة؟ ما عرفت يعني. أموال زوجها غير مخمسة، ما أموال أخذ من زوجها أموال غير، زوجها بلي بلي ومرتبة قبر والدها يعني بلي، مخمسة. طبيعي إذا زوجها أنطاه هدية وأموال زوجها ما مخمس، فهي ما عليها خمس. يعني إذا أنا واحد أنطاني فلوس هي ما مخمسة، أنا لازم أخمسه؟ لا، هي هدية وصلت إليه جديدة. فإذا زوجها أعطاه هدية أو هو ما كان يخمس، فالوزر على زوجها، يعني الحرام على زوجها، أما هي عليهم ما في إشكال.